السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم كل التحديثات اللي موجودة على تطبيق اليوتيوب على الهاتف، إلا أننا بنحتاج لتسجيل دخول يوتيوب بالعرض بإصدار سطح المكتب لأجهزة الهاتف كأننا بنستخدم جهاز الكمبيوتر تماما. الفيديو ده هتعرف معايا إزاي بضغطة زر أو بكبسة زر واحدة على أيقونة على الشاشة الرئيسية للهاتف الجوال بتاع حضرتك تدخل على طول على استوديو اليوتيوب بالعرض بإصدار سطح المكتب أو الموقع الإلكتروني المخصص للعرض بإصدار سطح المكتب. هتدخل أول حاجة على جوجل كروم، همسح علامات التبويب دي عشان أبدأ مع حضراتكم بأول علامة تبويب على طول، وأجي في بحث يوتيوب وأكتب تسجيل دخول يوتيوب، تيجي على الثلاث نقط على يدك الشمال فوق وتختار الموقع الإلكتروني المخصص. هتيجي على أول خيار عند حضرتك اللي هو باللون الموف ده تسجيل الدخول يوتيوب وتضغط عليه. ما تنساش تضغط على الثلاث نقط تاني وتتأكد ان انت بتستخدم الموقع الالكتروني، نضغط عليها. كده دخلك على صفحة الاعدادات في استوديو يوتيوب قناتك، هتضغط على صورة قناتك. الخطوات دي احنا مش هنعملها بعد كده شباب. وبعد كده لو ضغطت على استوديو اليوتيوب ممكن يحولك على استوديو يوتيوب الهاتف، لا احنا هنضغط على قناتك. وبعد كده تضغط على تخصيص القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوتيوب اخيرا ما تنساش تتأكد ان انت بتستخدم الموقع الالكتروني من خلال الثلاث نقط وتضغط على الموقع الالكتروني المخصص. تاني شباب كل الخطوات دي احنا مش هنعملها تاني، احنا هنعملها مرة واحدة فقط وبالدليل. تمام، دخلنا على طول على صفحة تخصيص القناة في استوديو يوتيوب القناة. خلي بالك انا هعرفك ازاي تدخل على الصفحة دي على طول على استوديو اليوتيوب. لو ضغطت على اول ايقونة فوق على ايدك اليمين فوق اللي هي بيانات حول القناة، واللي تحتها اللي هي المحتوى الفيديوهات اللي موجودة في قناتك، وبعد كده قوائم التشغيل، وبعد كده الاحصاءات، وبعد كده التعليقات، وبعد كده الترجمة، وبعد كده الكوبي رايت، وبعد كده صفحة التحقيق الداخلي وعلامة التخصيص والمكتبة او مكتبة الملفات الصوتية اللي هي الموسيقى. طيب كل ما عليك ان انت هتيجي على نفس الصفحة اللي انت عليها دي وعلى الثلاث نقط اللي فوق كده حضرتك على ايدك الشمال، وهتضغط عليهم وتختار الاضافة الى الشاشة الرئيسية. هتضغط كده هيقول لحضرتك الاضافة الى الشاشة الرئيسية تخصيص القناة يوتيوب ستوديو، هتضغط على اضافة وترجع تاني تضغط على اضافة. خلاص انا هخرج من هنا خالص وهنروح على الشاشة الرئيسية لتطبيق اليوتيوب او الشاشة الرئيسية للهاتف، انا اسف. تمام، نروح للشاشة الرئيسية كده. لاحظ هنا حضرتك هنا تخصيص القناة، ايقونة هنا اتعملت على الشاشة الرئيسية اللي هي تخصيص القناة. لو ضغطنا عليها ضغطة كده مفروض يدخلك على طول على صفحة تخصيص القناة بالعرض بإصدار سطح المكتب. لو جاب لحضرتك استوديو يوتيوب
الهاتف اضغط على الثلاث نقط واختار العرض بزر صفحة سطح المكتب على طول. لاحظوا شباب دخلنا على طول على تخصيص القناة استوديو اليوتيوب بالعرض بإصدار سطح المكتب، هي نفس الصفحة اللي احنا وصلنا لها بعدة خطوات. هو ده موضوع فيديو اليوم، ازاي انت تقدر تعمل ايقونة لاستوديو يوتيوب الهاتف بالعرض بإصدار سطح المكتب بضغطة زر واحدة، تقدر تدخل على بيانات حول القناة، على المحتوى في القناة. لو ضغطنا هنا على المحتوى في القناة شباب هنا كده مثلا، هجيب لك جميع الفيديوهات اللي موجودة على القناة، محتوى القناة، الفيديوهات المحملة وجنبها بث مباشر وجنبها المشاركات اللي هي المنتدى. تمام يا شباب، اتمنى ان انا اكون قدمت لكم معلومة مفيدة في فيديو اليوم. ما تنسوش اعجابكم بالفيديو اذا عجبكم، وتعليقاتكم اكيد دعم لينا، واشتراككم بالقناة وتفعيل الجرس للكل. خالص تحياتي شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.